تخيل معايا دابا انت واحد الملياردير ما عندك ما يدار، قلتي مع راسك اجي نخلص 250 الف دولار باش نركب هاد القصديره اللي غتديني 4000 متر في وسط البحر. علاش؟ السلام عليكم اصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. واش تيقوني الا قلت لكم اغرب حدث في العالم ربما لهاد السنه هو هاد الحدث اللي غادي تسمع دابا، هو ان غواصه غادي تهبط حوالي 200 متر، ولكن ماشي اي واحد راكب فيها. فهاد الغواصة ركبوا فيها ولا دخلوا فيها واحد الأعظم الناس اللي حققوا واحد النجاحات كبيرة، وكيتعتبر أنهم عندهم واحد ثروة كبيرة، ودفعوا حوالي 200 ألف دولار باش أنهم يدخلوا لهاد الغواصة. وشنو غادي يكتشفوا؟ غيكتشفوا غواصة غيكتشفوا فيها التايتانيك، أي أنهم غادي يمشوا يشوفوا التايتانيك كيفاش غرقات ويشوفوا داك الشيء. فهاد المؤثر شنو قال على هاد القضية؟ فتفرجوا في فيديو كامل باش تفهموا هاد البلان. معايا دابا انت واحد الملياردير ما عندك ما يدار، قلتي مع راسك اجي نخلص 250 الف دولار باش نركب هاد القصديره اللي غتديني 4000 متر في وسط البحر. علاش؟ باش ننزل نشوف الحطام ديال سفينه التايتانيك اللي غرقات في 1912، يعني بالعربيه تعربت نشوف لا فيراي ديال التايتانيك، والو الحديد مصدي عامر بالطحاليب واحد في وسط البحر، مع العلم انه فايت الناس هبطوا غواصات بكاميرات وصوروا التايتانيك غرقه في البحر وعرفنا هي كي دايره. قال لك اسيدي السياحه البحريه ما عليناش، سير اخويا خمسه د الناس ركبوا ديك القصديره نزلوا لتحت تقريبا ساعه و45 دقيقه تقطع الاتصال مع ديك الغواصه، ما عرفناش الخوت فين مشاو. وباش كملوها وجملوها عندهم واحد ستوك ديال الاكسجين اللي غادي يكفيهم 4 ايام، يعني الا فات 4 ايام كل نفس دائقة الموت. راه دابا العالم تيقلب عليهم، جو بحر تحت البحر اللي بغيتي ومازال ما لقاوهمش. والله ما تفهموا، انت ملياردير مرتاح مع راسك في الدنيا، قلتي اجي نصعب حياتي ولكن صعبها الى الممات. ولكن انا كنصور لكم هذا الفيديو، فشنو لقيت؟ لقيت على ان هاد الناس اللي كانوا غير دابا ماتوا للاسف، هو انهم ماتوا وحوالي 20 ساعة وهما كيبحثوا وكيقلبوا. فانتوما اشنو كيبان لكم هاد الناس؟ واش غير هكاك هبطوا ولا كاين شي خبايا؟ الا بغيتو نديرو الجزء الثاني على هاد الخبايا السرية وعلاش هبطوا هاد الناس لهاد الاعماق البحار، ورغم ان سفينة التايتانيك هبطوا ليها غواصات اخرين وصوروا شنو كاين تما. فالا بغيتو ندير لكم الجزء الثاني ديال هاد الفيديو، ديروا ليا لايك وديروا كذلك كومونتير، ولما لا تشاركوا معايا في لاشين باش يوصلكم فيديوهات جديده. وكنشكركم على التفاعل اللي حققوه الفيديوهات الاخرين اللي نشرت.